أفين صافا لاباس عليكم كل شيء وهذاك؟ كنت ناوي نسترح شويه ولكن قلت علاش لي ما نخليهاش حتى الاخر ديال الشهر. القصه ديالنا هاد الليله فيها بزاف ديال الاحداث، محتاجه بزاف ديال التركيز ديالكم. نتمنى تكون في المستوى المطلوب. وقبل ما نبداوها فيلا بغيتي هاد المحتوى ديالنا يبقى ديما ونزيدو نجتهدوا فيه، هبط خلي جيم لهاد الفيديو، خلي حتى التعليقات حيت كنشوفهم كاملين. بارطاجي الفيديو ولا القناه مع اصحابك ولا عائلتك اللي بغيتي. كنأكد على الناس اللي ما دايرينش ابوني يديروها. الانستغرام ديالي راه كاين في صندوق الوصف، الناس اللي بغاو يتواصلوا معايا مرحبا بهم. سير شي بلاصه مزيانه، دير كيتمان مزيانين، تكالما مع روحك ويلا بينا. حنا كنقولوا وربي كيقول، وما غيكون غير اللي بغى الله سبحانه وتعالى. تايا ما تخطط وتبلاني في الاخر غدي غاصقك سوا زوين ولا خيب. واحد الشيخ كيقول اعلم ان ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك. عيش حياتك مرتاح وخليها على رب العباد. انا عبد الحق 27 سنه، مزوج بواحد السيده هولنديه مسلمة وأب لواحد البنيتها فعمرها 5 سنين، سميتها كوتر، خدام مع واحد الوكالة السياحية في هولندا. بالضبط كنت السائق ولا ربان ديال واحد اليخت سياحي. راتب الشهري ديالي زعما الخلصة كانت زوينة بزاف الحمد لله، والملف ديالي كان بيض مع الوكالة ودير بلاصتي، يعني قاع دوك الرحلات اللي كنديرهم كنجح فيهم 100%. داكشي علاش هاد ليام غادي نخرج دي بلاسمون جزر الكاريبي فواحد البيئة سياحية فيها غير الشباب والشابات اللي ما وصلش العمر ديالهم حتى ال 25 سنة. هاد الناس اللي غاديين معايا الوالدين ديالهم دبلوماسيين ووزراء، المهم قنوقة في الدولة ديالهم، كل وحدين والجنسية ديالهم. غيكونوا حاضرين معايا في اليخت 7 ديال الدول: فرنسا، ألمانيا، أمريكا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا وبريطانيا. والعدد ديال الناس كان كتر من 50 واحد. وصل النهار ديال الرحلة، توكلت على سيدي ربي بعد ما صليت جوج ديال الركيعات وقلت دعاء السفر بحال ديما. طاقم كنا فيه 12 واحد، أنا والمساعدة ديالي والطباخ والميكانيكي والفرملية وخبير الغوص والسباح المنقد وربعة ديال السربايات ومعنا واحد دي جي. بقيت غادي في خدمتي عادي حتى وصل النهار ديال هاد الرحلة هادي. مشيت الصباح بكري لليخت انا وشي وحدين من الطاقم، درنا عليه واحد الدويره وتاكدنا انه كلشي فيه مزيان وما خاصه حتى شي حاجه. وجدوا السربايه داكشي اللي خاص وجاو المسافرين واحد من مور الثاني. كنت واقف كنتسناهم حتى كيطلعوا كيتسالموا معايا وكيدخلوا لليخت. طلعوا لي وتاكدنا من السميات والليست اللي عندنا، ما بقى خاصنا حتى شي واحد. مشيت للمقطوره ديال السياقه، تاكدت بلي كلشي هو هذاك وتوكلت على الله وتحركت باليخت. دخلنا مع البحر، كلشي كان ناشط وضحك، ما مسوقينش، اما انا فكنت مركز على خدمتي. وحدايا المساعده ديالي كانت هي هولنديه ومن نفس الوكاله اللي خدام فيها وديجا خدمت معايا مساعده اكثر من مره، سميتها كانت صوفي وفي العمر ديالها 30 سنه، ما كانتش مزوجه. دخلنا مع البحر وكيوصلنا للعمق، المهم ضربنا واحد الطريق، درت اليخت على ربان الالي، يعني بقى الكونترول في الذكاء الاصطناعي ديال اليخت. وجلست انا وصوفي كنقاقبوا الناب وكنشربوا قهوه. كان ديك الساعه ظلام الحال ولكن الجو كان زوين والقمره كانت مضويه الدنيا. كنسمع في مزيكا والحفله اللي نايضه لتحت في اليخت ولكن ما هبطتش نشوف. وصلت ديك 3 ديال الليل، قلت لصوفي انا غنتكى ملي نفيق نخليك ترتاحي تنتيا. وداكشي اللي كان، مشيت دخلت الغرفة ديالي تكيت في بلاصتي، بقيت كنشوف في السقف حتى داني الناس. ضربت شي ساعتين تقريبا ديال الناس، كنت بحال شي الارم
كنفيق في الوقيتة المحددة ليا. نط دوشت ومشيت لعند صوفي، كتلات مشيت ارتاح وبقيت انا مقابل. مشات هي، هاد الوقيتة هادي كانوا الركاب كلهم مشاو تكاو. بقيت مقابل انا حتى بدا كيصبح الحال. فاقوا شي وحدين من المسافرين، طليت عليهم من الفوق وبانوا ليا تاني بداو على لالا ومالي وتقاقي بالصطالي كيشربوا في البيرة وفرحانين والدي جي راه داير خدمتو. بقيت محرك باليخت حتى قربت لواحد الجزيرة كانت زوينة. وقفت ليختي ديالي باش اللي بغى يعوم يعوم، ولا اللي بغى يجرب الغطس ياخد راحتو حيت عندنا كاع المعدات. كانت الامور كلها زوينة بزاف، كلشي مفوج والموسيقى ما كتوقفش على طول النهار. بقيت موقف ليخت تما حيت الماء تما كان نقي بزاف وصافي. ضرب الليل وبدات كتبان الضبابة. الضبابة كترات بزاف وهذا كان امر اللي غريب واحد شوية، حيت الاجواء في الاول كانت صافية خصوصا في هذا الفصل هذا ما كيكونش الضبابة. مشيت ضغط على اليخت، درت واحد الكونترول لي روتيني على كاع الاجهزة ديالو، لقيت كلشي في احسن حال. حيدت النظام ديال القيادة الالية وتكلفت بالقيادة بنفسي. تحركنا تاني باليخت، كنت باغي نبعد من الضبابة، ولكن بعد ساعة بالضبط بدا البحر كيهيش. كان الامر نورمال، حاجة عادية، ربان محترف بحالي غتجيها حاجة روتينية. ولكن الغريب في الامر انه بواحد السرعة اللي كبيرة بانت واحد العاصفة كبيرة في السماء ودارت باليخت. ما عرفتش كيفاش حتى دخلنا وسط منها، حتى من الرادارات اللي قدامي ما شدوهاش. بداو الامواج كيلعبوا باليخت كيف ما بغاو، واخا اليخت كان كبير بزاف وفي جميع وسائل الامن، ولكن هذا الحجم ديالو كامل ما قدرش يقاوم البحر اللي كانت لقانا ديالو هاد الليله خاسره. بقيت خدام قابل شغالي وكنقرا القران في نفسي. كبطيت راسي واحد شويه وبديت كنتقاتل باش نتصل بخفر السواحل، ولكن كاع الاجهزه اللي عاد كونتروليتهم دابا شويه واللي كانوا في حاله جيده حتى واحد فيهم ما بقى خدام. فهنا بقى البحر كيجونغلي بينا بحال شي بيلوطه ديال 5 دراهم. كنمشي نحاول اني نطمئن المسافرين، كنلقاهم كلهم كيبكيو، لا دراري لا بنات، الريتو ديال التليفونات منعدم ما خدامش بحال الا حنا في شي مجال مغناطيسي اللي كان قوي. طلعت لبلاصتي عاوتاني، المساعده ديالي كتقلب في الاجهزه، الامواج غاديين وكيرتفعوا لواحد الحد اللي كبير. اليخت كتحس بيه بحال بغيت تقلب وكيعاود يرجع لبلاصتو. في دماغي وفي الداخل ديالي واخا ما كنتش باغي نتيق الفكره، كنت كنقول واقيلا هذه هي النهايه. بدينا كنتخبطوا مع الجناب ديال اليخت، كنحاول نبقى واقف ولكن كنطيح وكنعاود نوض. الامواج بداو كيقلبوا فيه، وبعد دقيقات الاخفاف تكلب اليخت كامل. اللي عقلت عليه اني حسيت بواحد الضربه في راسي من الجنب اليمني، حيت منين كان اليخت كيتحرك تضربت وحسيت بالظلام قدام عينيا. ما بقيت عاقل على راسي حتى حليت عينيا على الصوت ديال البحر وعلى الصوت ديال طيور النواص. اللي كيحليت عينيا لقيتهم في وجهي، من اللي فقت طاروا بعدو مني. نطت في واحد الحاله خايبه بزاف، كنحس بالجسد ديالي كله مهلوك وراسي كيدورني من اليمن. حسيت بحال واكل العصا في صحتي كامله، وكان فيا العطش بزاف، عطش اللي ما كانش طبيعي. عرفت بلي 100% شربت الماء ديال البحر، يعني شربت الماء المالح اللي خلاني عطش بزاف. منين كتشرب الماء المالح الكلاوي ديالك كيبقاو يصفيو في داك الماء ديال البحر، وملي كيلقاو داكشي مجهد عليهم كيبقاو يجذبوا الماء من كل انحاء الجسم ديالك باش يصفيو راسهم. وانت بهذه العمليه كتحس بالجفاف. كندور في عينيا بان ليا بلي راني في شي جزيره نائيه. راكم عارفين تقريبا جزر الكاريبي كيف دايرين. كنت كنطلب من الله غير تكون هذه الجزيره مأهوله، يعني ساكنين فيها الناس. نط كنجرجر في رجلي اللي كنت كنعرج بها شويه وكنقول علم الله اش غيكون وقع لباقي الطاقم والناس اللي كانوا في اليخت. حيت منين وقفت كندور في عينيا كيبان لي راسي بوحدي هنايا فوق من هذه الجزيره هذه. بقيت غادي على طول داك الساحل في جنب البحر وانا كنت مايل، حتى بانت لي صوفي حتى هي دايرين بها طيور النواص ومتكيه، كانت مغيبه ما كتحركش. داكشي اللي بقى فيا من جد استعملته اني نجري لعندها. بديت كنش على دوك الطيور بيديا وكنجري عليهم، حيت النورس ماشي طير اللي ساهل باش تجري عليه، البعض منهم راه كينقب وكيهاجم.
لقيتهم كانوا غيتقبوا ليها وجهها بالنقيب. بديت كندير لها تنفس الاصطناعي، جوج دقائق ما حبستش حتى حسيت بالجسد ديالها بغى يبدا يتحرك. هزيت راسي عليها وبدات كتكحب، والحمد لله كانت باقا حيه. هزيتها وتميت غادي كنتمشى بها، باقا ما مستوعباش شنو واقع. قصدت الجزيره من الداخل، بغيت نبعد على البحر لعله وعسى نلقى الماء، حيت العطش كان قاتلنا بجوج. الشجر كان متقارب بزاف وكتير، بحال دوك الاشجار ديال الغابات ديال الامازون، ادغال ديال بصح. مشينا انا وياه تكينا على واحد النخله، بديت كنقول يا ربي ما بغيتش نموت شي موته بحال هادي، ما بغيتش نموت بالجوع ولا العطش، يا ربي دير شي تاويل ديال الخير. هزيت راسي للسما كنطلب في الله. ملي ركزت عيني على الاتجاه اللي كنت كنشوف فيه فوق مني، شفت بلي هاد النخله هادي كانت شجره ديال جوز الهند، وهاد جوز الهند كل حبه كيكون فيها ايطو ديال السائل اللي تقدر تشربه في بلاصه الماء. الماء ديال هاد الحبات ديال جوز الهند ماشي عادي، كيكون حلو بزاف وزوين، في واحد المذاق اللي مزيان، يعني في فوائد كثيره غينفعنا في العطش وحتى في الجوع. التحدي اللي كان عندي دابا هو كيفاش غنطلع لهاد الشجره اللي كتشبه النخله باش نطيح الثمار ديالها. خليت صوفي متكيه بجنب الشجره وبقيت كنفكر وكنشوف. تفكرت واحد البرنامج كنت كنتفرج ليه سميتو من اجل البقاء، للمقدم ديالو واحد خونا من الجيش البريطاني سميتو بير كريلز، كيعطي نصائح للناس اللي كيوحلوا في البريه سواء في الصحراء ولا في القطبين ولا في الادغال ولا في الجزر النائيه بحال هذا الوضع اللي انا فيه. ومن حسن الحظ ديالي كنت تفرجت في بزاف ديال الحلقات كانوا على هاد الجزر هادو، خديت واحد الفكره كيفاش غنتصرف، حيت حتى المقدم كان طاح في واحد الموقف بحال هذا وشفت التقنيه اللي طلع بها الشجره بدون معدات. وخا العلو ديال هاد الشجر هذا 800 متر، لصقت في الشجره بيديا ورجليا لاويهم عليها وبديت كنطلع شويه بشويه. وخا الجهد ما كاينش كنطلع شويه وكنعاود نطيح. ربع ساعه ديال المحاولات وانا كنركز على التقنيه وكنحاول نحسنها حتى قدرت نطلع بشويه حتى وصلت للقمه. كانوا دوك التمار ديال جوز الهند قدام عينيا، كان في هاد النخله تقريبا شي 12 تمره، وهذا الشيء كيعني 12 ايطو ديال الماء العذب الحلو الغني بالفيتامينات والسكريات. والسكريات شنو كيعنيو؟ كيعنيو الطاقه، والطاقه شنو كتعني؟ هي ليسانس اللي كيخلي الانسان يتحرك، وهذا الشيء اللي محتاجينه حنا بالضبط. بديت كنضرب في ذاك جوز الهند، ما كان صعيب بزاف باش يبدا يطيح في الارض. رديت البال نطيح شي وحده على صوفي، وفاش طيحتهم دورت عينيا في بلاصتي كتبان لي هاد الجزيره هادي عامره بالاشجار ديال جوز الهند. يعني من دابا ما نضربش حساب الماء حيت موجود. التحدي اللي عندي دابا هو كيفاش نحل هادوك الحبات ولا التمار ديال جوز الهند، حيت القشره ديالهم كانت كتكون غليظه بزاف، بعض المرات كيكون فيها حتى 10 سنتيمتر وقاصحه ما ساهلاش، وانا ما عنديش شي اله ولا اداه اللي نستعملها. قلبت بعينيا الحجر موجود، حتى بانت لي واحد الحجره اللي كانت ماضيه شويه، وبديت كنضرب جوز الهند بالجهد حتى طابوا لي يدي وتجرحت من يدي اليسريه. واخا هكاك قدرت اني نهرس وحيده، كي هرستها طار داك الما ديالها. بديت كنشرب فيه بواحد اللهفه، كنشرب وكنقطر في الارض، غنكون شربت شي نص سيترو بحال هكاك. حسيت بواحد الانتعاش اللي زوين، حسيت بعروقي تسقاو بهاد الماء. في هاد الوضع اللي انا فيه يخيروني بين مال الدنيا وبين تمره وحده من جوز الهند، اكيد كنت غنختار جوز الهند، حيت الفلوس هنا راه ما عندهم حتى شي قيمه. جلست صوفي ودرت نفس العمليه حتى هرست ليها وحده وخليتها تشرب على خاطرها. حسيت باللي ارتاحت شويه، ردات الطاقه ديالها وبدا الدم كيرجع يتمشى في وجهها اللي كان في الاول صفار. درت نفس العمليه للتمره الثالثه وشربتها كامله حيت كنت حاس باللي باقي فيها العطش. من بعد قلت لصوفي تبقى هنايا سناني وترد البال، انا غنمشي نطلع لشي جهه اللي تكون مرتفعه في الجزيره باش نعرف راسنا فين كاينين. في الاول مبغاش تخليني نمشي، ولكن اكدت ليها بلي غنرجع وبلي كلشي غيكون بخير وبلي هاد البلاصه كتبان امنه وزوينه. خليتها تما ودخلت وسط من دوك الادغال كنقلب على شي هضبه ولا شي كوديا ولا شي شجره اللي كبيره نطلع فوق منها. بقيت على هاد الحال
كنقلب وكنحاول اني نعقل على الطريق اللي جيت منها، بمعنى اني قطعت الجزيره كامله. ولكن المنظر ولا الفيو من هنايا ماشي بحال الفيو من الجهه الاخرى اللي طحت فيها في الاول. من هاد الجهه هذيك كنت كنشوف واحد الجزيره واحده اخرى اللي قريبه، تقريبا شي 3 كيلومتر. باش تعوم ليها بغات خصك تقريبا شي ساعه ونص، السباح العادي غادي يضربها في ساعتين تقريبا. دورت عينيا في القنت اللي وقفت فيه، بانت لي واحد الفاكهه استوائيه سميتها الناتينه، هذا هو الاسم اللي معروفه به. المعنى ديال هذا الاسم زعما الخانزه. هاد الفاكهه كانت ممنوعه في المطارات والمحطات الراقيه حيت ريحتها كانت خانزه بزاف، ولكن ملي كتمضغها مزيان كتطلق واحد البنه اللي زايده نغيزه. لقيت تما حتى الشجر ديال البنان غير هو باقي خضر، ولقيت قصب الخيزوران، وهاد القصب تقدر دير به العجب والعجاب. بقيت كنتمشى في الساحل راجع للكوان اللي خليت فيه صوفي، وفي طريقي شفت واحد القسده ديال بنادم جايه كتميل. ملي حققت مزيان لقيتها بنت اخرى من دوك اللي كانوا معانا، كانت بحال شي زومبي وكتمشي وكتميل من كثره العيا. انا كنت بخير من بعد ما شربت داك الماء، مشيت كنجري لعندها، شافني وبدات كتبكي حيت كانت كتقول مع راسها بلي راه بوحدها هنا وغتموت بالجوع والعطش. شديتها وتكت على كتفي وتميت غادي بها للجهه الاخرى اللي خليت فيها صوفي. ملي وصلنا لقيت صوفي مع واحد اخر من دوك الشباب اللي كانوا معانا، قالت لي بلي كان جاي مهلوك لعندها وجلست وحدها وكتسناني حتى نجي ونعطيها الشرب حيت هي ما قدرتش تفتح ديك التمره ديال جوز الهند. جلست البنت اللي جبت معايا حدا داك الولد، بديت كنضرب حتى حليت لهم وحده لواحد، عطيتهم شربوا وخليتهم يرتاحوا في داك الظل. منين شربوا بداو كيبكيو بجوج، وانا فاهمهم حيت صعيب بزاف طيح في بحال هاد الموقف وتكون فاقد الامل في النجاة في الاخر ينقدوك، راه حاجه ما كتوقعش لاي واحد. كنتخيل كون ما قدرتش مثلا نوصل للقمه ديال ديك النخله كي كنا غنديرو. ملي شفتهم توقدوا مزيان بعد شي ربع ساعه تقريبا قلت لهم نمشيو للجهه الاخرى، في لقيت الشجر ديال البنان والشجر ديال ديك الفاكهه اللي قلت لكم. وقفنا كاملين كنتمشاو حتى وصلنا لتما. طبعا دينا معنا داكشي اللي بقى من جوز الهند. حتى الجهه الاخرى كانوا فيها الاشجار ديال جوز الهند، ولكن ما كنتش قادر اني نتخلى على هذوك اللي ديجا طلعت حتى للفوق وهبطتهم. خليت البنات جالسين تحت من واحد الشجره غير كيسولوا واش غيجي شي واحد ينقدنا شنو غنديرو. وانا نجور داك الدري قلت لي شوف، ترجل واحد شويه وتوقد معايا وبركة ما تبقى ترعد، حنا راه بخير وما غيوقع والو. خونا كان كيترعد بحال بغا يبكي. جريتو معايا وبدينا كندورو في الجزيره وفي الساحل غير كنقلبو. الجزيره ما كانتش كبيره، فاش وصلنا لواحد الجهه منها لقيت واحد الصندوق اللي يحول البحر. هاد الصندوق هذا كان ديال الكوزينه من اللي خت، كان مسدود. بديت كنضرب في داك الجنب ديالو تتحل، لقيت فيه ثلاثه ديال المقدات من مختلف الاحجام، هزيناهم طبعا وكملنا طريقنا. لقينا واحد الميكا كبيره هزيتها معايا، وين طق خونا وقال لي مالك كتجمع في الزبل؟ قال لي طبعا بلونغلي. قلت لي هاد الزبل دابا تشوف لمن صالح، هاك هاك هز. قال لي لا لا منهش هادشي. قلت لي واخا، ملي نستعملت الزبل عندك تبقى طلب باش تستافد منه. قال لي وراه انت هو ربان ديال السفينه. بقيت كنشوف فيه، شاف فيه واحد الشوفه انثويه وعلى كتافه الفوق بحال شي بنيه. كي قلت لكم هاد خونا هذا كان رطيطب، بمعنى اخر لا يعتمد عليه بتاتا، وماشي بعيد يكون الوان، راكم فاهمين. خليته فرحته وما زدتش طلبت منه شي حاجه، وكملنا الاستكشاف ديالنا. ما لقيتش الا العيبات جايبهم البحر، وعرفت بلي غنحتاجوهم، مثلا سلوكه اللي غلاط والخشب وشبكه وحبل، هادشي كله اللي حولينا البحر. في كاع دوك الحلقات اللي كنت قلت لكم تفرجت فيهم من داك البرنامج ديال اساليب البقاء، ديما واحد الجمله كتقال واللي هي قمامة شخص ما هي الا كنز لشخص اخر. وهادشي اللي كنلقى انا راه زبل تلاح من البعض، ولكن كنز بالنسبه ليا. اي حاجه سبحان الله كنلقاها كيطيحوا عليا افكار ديال شنو نقدر ندير بها. رجعت انا ويا الفين كاينين البنات، واول حاجه درتها هي حليت لينا التيمار ديال جوز الهند بديك المقده، كل واحد شد وحده وبدا كيشرب. ارتاحينا ولاحظت اننا كنعطشوا بالزربه حيت الرطوبه طالعه بزاف، الشيء اللي كيخلي الجسم ديالنا ينشف بسرعه.
نتجمعت الوقفة وقلت لذاك خونا غطيطة بيعاوني. بديت كنقطع في قصب الخيزوران، واحد القصب اللي كبير وخاوي من الداخل ولكن قاصح بزاف. قطعت بزاف وجبتهم من فين كاينين البنات. شافتني صوفي هي وديك البنت. هاد البنت اللي معانا كانت سميتها كريستينا، كانت برازيلية ولكن زيادة وخلوق في ألمانيا. الوالد ديالها خدام في وزارة الداخلية، أما داك الطيطب فكان ولد وزير الثقافة في ألمانيا. بقى جالس تحت من الظل ديال واحد الشجيرة. أما صوفي فقالت لي فاش نعاونك؟ قلت لهم شدوا الوراق ديال النخل وبداو تفكوا خيوط الرقاق حيت غنحتاجوهم باش نحزم بهم هاد القصب هذا. بداو البنات في داكشي اللي قلت لهم، وأنا بديت كنقسم كل قصبة على جوج وكنستفهم وحدة حدا وحدة. وريت البنات كيفاش يربطوهم، والصراحة داروا خدمتهم مزيان. ملي كملنا وباش تشوفوا المشهد قدامكم، لقينا راسنا قادين أربعة ديال الناموسيات، ودابا بقى لي غير نعلقهم. كل ناموسية بين جوج ديال الشجرات، وهنا استعملت واحد الحبل اللي كبير كنت لقيتو، فكيتو وبديت كنقطع فيه قياسات حتى ولاو عندي الحبال كتار. علقت بهم هاد الناموسيات ودرت لهم السقف بالوراق ديال الشجرة باش حتى الا طاحت الشتا ما نفزقوش. من بعد جربناهم وكانوا زوينين. الا خونا في الله ملي تكا قال لك اسيدي ما مرتاحش في النعسة. انا بعدا كنت غنضربو، ما درت شي لعبة وزيدها بالفهمات. مشيت قطعت واحد العنقود ديال البنان، قالت لي صوفي راه خضر. قلت لها عرفت انا غنوضو طايب. قالت لي كيفاش؟ قلت لها غير تفرجي. شديت واحد الميكا لقيتها مع دوك الحوايج اللي كنت لقيت في جنب البحر، خشيت في هذاك البنان كامل، وخشيت حبة وحدة من ديك الفاكهة اللي كنت قلت لكم عليها خانزة، ولكن قسمتها على جوج عاد خشيتها. درت الوراق ديال الشجر دورتهم بالبنان وبديك الفاكهة وسديت الميكا مزيان، حطيتها في الجنب. قالت لي كريستينا شنو غيوقع دابا للبنان؟ قلت لها ملي غتعفن ديك الفاكهة الخانزة غادي تنتشر البكتيريا، وديك البكتيريا غتلصق في البنان الاخضر وغادي طيبو. كنضم في شي سيمانه هكاك، وكون كان عندنا التفاح هنايا خامج كان غادي طيب البنان بسرعه، حيت البكتيريا اللي كتنتج على التعفن ديالو مزيانه بزاف وكثيره، غادي طيب البنان في مده اللي قليله. سمعت هذاك خونا قال لي على حنا غنبقاو سيمانه هنايا، واش ما غيجيوش ينقدونا؟ فين هما دوك الناس ديالكم؟ هزيت عيني فيه وقلت لي شوف انا راه بحالي بحالك، الخدمة ديالي نسوق بكم اليخت لا أقل ولا أكثر، وصبرت ليك بزاف، أنا ما خدامش عندك هنايا. قال لي وتنرجعو غادي ندمك على هاد الهضرة. شفت فيه مزيان وقلت ليه تعاود بحال هاد الهضرة هادي ما غاديش ترجع معانا. فهم الميساج ديالي اللي قلت ليه، حدا راسو سكت. قالت لي كريستينا نسى عليك، كيبان ليا بلي عندك خبرة في هاد الشي. قلت ليها شوية وصافي. جريت وحده من دوك القصبات اللي باقيين طايحين في الارض، درت لها فراس ديالها ربعه ديال السلوكه اللي كانوا غلط شويه وكانوا طوال وكانوا قاصحين، حزمتهم مزيان بالخيوط اللي ديجا قادوهم البنات بدوك الوراق ديال النخل. ملي شافت صوفي هادشي فهمت بلي باغي نصيد الحوت، فمشات معايا. بديت كنقلب على شي حاجه تنفعني نجذب بها الحوت، حتى بان لي واحد السرطان البحر. شديته ضربته بواحد الحجره حتى فرتكتو، علق طرف من اللحم ديالو في القنت ديال دوك السلوكه، ومشيت حتى جنب البحر. واحد القنت كان معزول وكيبان ليا فيه الحوت، لحد ديك الصناره اللي صايبت. ما لقيت صعوبه باش نصيد، جاب ربي التيسير دقه دقه في شي سته ديال الحوتات، وكانوا ماشي صغار، كانوا حوتات اللي تكون فيهم ديك 400 500 غرام، يعني عشا اللي كان مبرع ديال بصح. عرفت بلي دابا قدامنا تحدي واحد واللي هو كيفاش غنشعلوا العافيه. جمعنا الحوتات وعطيتهم لكريستينا، ومشيت هزيت وحده من القصب ديال الخيزوران قسمتها على جوج بديك المقده، حطيت دوك الطروفه ديال داك العود قدامي، وشديت واحد العود من العواد اللي لقيت وبديت كنجر فيه بديك المقده حتى قطعت منه واحد شويه. بقيت كنرقق فيه دقه دقه بديك المقده اللي عندي، تولى الشكل ديالو مناسب. مشيت للشجر ديال البنان وجبت منه واحد الوريقه اللي كانت كارمه من الشجره، فركتها بيديا تبانو دوك الالياف ديالها ولو قابلين للشعال، دغيا تشد فيهم الشراره ديال العافيه. كانوا العواد موجودين تما، فما نحتاجش نمشي نجمع الحطب. قلت بسم الله وبديت كنحك داك العود اللي قديت مع جهه من داك العود ديال قصب الخيزوران، بديت كنحك بشويه حتى قديت لداك العود بلاصتو.
وبقيت كنحك، ومن بعد بديت بالزربه. الصراحه يدي طابو وكتافي طاحوا عليا، ولكن الا ما شعلتهاش راه ما كاينش فينا اللي غادي يشعلها. انا الوحيد اللي نقدر ندير هذه العمليه هذه. بقيت هكاك شي 20 دقيقه تبدا الدخان كيطلع. انا شديت ديك الجمره الصغيره اللي قديت درتها بين الالياف ديال داك الورق ديال البنان اللي ديجا فركتو بيدي. كي درتها بدات كتشعل العافيه، وبديت كنلوح دوك الوراق ديال الشجره اللي يابسين والعواد. راه ملي كتشعل العافيه في وضع بحال هذا راك كتحس بواحد الفرحه بحال الفرحه ديال النجاح في الباك. شعلت العافيه مزيان وخلي تحت دار الطغماط، بدات الظلمه كطيح. فضرنا بديك العويفيه وحطيت داك الحوت، حطيته جنب العافيه ماشي وسط منها باش نبقى نقلب فيه على خاطري. بدا كيطيب داك الحوت وانا شاد ليه الخاطر. وهنا بدا كل واحد فينا كيعاود لينا قصه حياته. كل واحد بدا كيقول لنا شنو هي اول حاجه غيديرها ملي خرج من هنايا، وشنو الحاجه اللي مازال محققها وكيطمح يوصل ليها. انا في دماغي كنت كنظن باللي المساعده قريب غتجي لينا، داكشي علاش كنت متفائل وكنحاول نخليهم فرحانين. التفكير ديالي كان بكله الصراحه في مراتي وبنتي كوثر اللي توحشهم بزاف، والله اللي عالم بحالهم بعد ما يعرفوا باللي اليخت ديالي غرق. حنا كنا بينا 62 12 من الطاقم و50 مسافر، ولكن دابا حنا هنا غير اربعه، الاخرين ما عارفين شحالهم كيف داير. طاب داك الحوت وبدينا كناكلو على خاطرنا، حسينا بريوسنا شبعنا وكل واحد ناض تخشف ديك الناموسيه اللي صايبت. انا كي حطيت راسي داني الناس حيت كنت مهلوك بزاف. في الصباح حليت عيني على الصوت ديال الشتا، لقيتهم حتى هما فايقين. حمد الله الشتا كتصب بزاف ولكن ما وصلتنا حتى شي قطره، حيت البلاصه ديالنا قديتها مزيان وغلفتها بداك الوراق ديال البنان. بقينا مكمشين حتى حبسات، ونط ضربت بواحد الغطسه في البحر وتوضيت وصليت الصبح. ملي شافوني كنسجد ونركع ونقرا بصوت مرتفع حيت الصلاه صلاه الصبح، عرفوني بلي راني مسلم. داوي على كريستينا هي وخونا اللي غنبقاو نعيطو ليه فريميجا. اما صوفي فار كانت عارفه بلي راني مسلم. من بعد مشيت لوحده من داك القصب هزيتها وبديت كنضرب فيها بالمقدم لقدام حتى مضيتها مزيان ولات كتشبه الرمح. هاد المره لعبت استراتيجيه واحده اخرى، دبرت على داك السرطان البحر عاوتاني، فرت التو مزيان بواحد الحجره، هزيت الاطراف ديالو كاملين ومشيت لواحد القنت ولحتو. الحوت بدا كيزرب باش ياكل دوك الاطراف ديالو، وبديت كنركز باش نضرب بداك الرمح ديالي الحوته اللي قربات. دقه دقه كنغلط، ولكن بديت كنصيد وكيجمع ضربه ديال الحوتات، هزيتهم ورجعت في حالي. هاد المره لقيت صعوبه باش نشعل العافيه حيت عاد صبات الشتا ومنفعوني غير شي عويدات كنت مغطيهم. العواد الاخرين كانوا كلهم فازقين، بقيت مقاتل معاهم حتى شعلتهم وشوينا داك الحوت فطرنا به. من بعد مشيت انا وصوفي كنتسركلو في الساحل ديال الجزيره، بغينا نجيبو دوره كامله عليها في ديك الجهه اللي كنلاحني فيها البحر. الجزيره كانت صغيره بزاف، فدغيا وصلنا لتما لقينا عاوتاني الطيور ديال النوراس مجموعين على شي حاجه. مشيت كنجري وانا نطيرهم وشفت واحد المنظر اللي كان كيخلع. كانت جثه ديال واحد البنت من السربايات اللي معنا في الطاقم باينه غير من اللبسه ديالها، وكان وجهها مسكينه متقوب بالنقيب ديال النوراس. للاشاره فقط راه النوراس هو عوا، وكل منطقه كيفاش كتسميه. هذاك اللي كيكون جنب البحر والصوت ديالو في الفريع. ديك البنت كانت ريحه ديالها بدات كتخرج، فشديتها من دراعها ولويت عليها واحد الشال كانت دايره صوفي على كتافها، جريتها وبقيت كنحفر ليها. بغيت ديك المقده مده طويله وانا كنحفر بيديا بالمقده وبشي عود حدايا، حتى حسيت بلي كتافي طاحوا. من بعد دفنتها، ما قدرتش نترحم عليها ولكن دعيت معاها. كملنا طريقنا انا وصوفي، والصراحه بقات فينا هاد البنت مسكينه. بعدها هي بانت وبان المصير ديالها، اما الاخرين ما عارفين عليهم والو. ملي كنا غادين في طريقنا لقيت واحد الكاس ديال الدجاج ولقيت واحد القصديره اللي كبيره. هاد جوج حويجات كانوا مهمين بزاف، حيت القصديره الشعاع ديالها كيبان على طول 80 كيلومتر الا كانوا الامواج هادئين ولا الارض مون بسيطه، وداك الكاس ممكن نشعل به العافيه الا ركزت الاشعه ديال الشمس اللي كتخرج من قاعو في نقطه واحده فوق شي حاجه قابله للاشتعال، بحال مثلا دوك الالياف ديال الوراق ديال البنان. دغيا العافيه غتشعل وبلا ما نحمق راسي بالحكان ديال العواد.
ولكن هاد القضيه ديال الكاس كتنفع غير ملي كتكون الشمس، شي اللي كيعني انه اخر وقت ممكن ندير فيه هاد القضيه هذه هي وقت العصر، ونبقى نزيد في الحطب حتى نقربوا الناس وما نخليش العافيه تطفى. رجعنا لفين كنا، وانا نزيد نطلع النخل وقطعت كميه كبيره من جوز الهند، حيت كل واحد منا كيحتاج من 4 حتى 5 لتر في النهار ديال الماء في هذا الجو اللي عامر بالرطوبه. من بعد صيدت لهم بزاف ديال الحوت، علقته في واحد الحبل تما، وريت لصوفي والبنت الاخرى كيفاش يشعلوا العافيه بداك الكاس، وبديت كنخطط باش نصنع شي طوف ولا شي باطو صغير باش نمشي بيه لديك الجزيره الاخرى نستكشفها ونشوف شنو فيها، لعل وعسى تكون فيها شي حاجه اللي تنفعنا، حيت راه ما يمكنش نبقاو هنا. قبل ما نتحرك كتبت في الجنب ديال البحر في الرمله عبارة هيلب اس ساعدونا، كتبتها كبيره وكانت باينه. قلت الا كانت دايزه شي طائره ولا شي مروحيه تشوف هاد العباره هادي ويجيو يعتقونا. بديت كنقطع واحد الكميه لا باس بها من داك القصب، وهاد المره ما قسمتوش على جوج، خليته صاين، وبديت كنلاصقهم حدا بعضياتهم، والبنات كيقادوا ليا في الخيوط من الوراق ديال النخل. حزمنا داكشي مزيان حتى ولا الطوف ديالي مريقل، ما عرفتش واش غادي يوصلني لجهه اخرى ولا لا، ولكن كنت كنتمنى انه يقربني حتى اللي بغى يخسر وغادي نكملها عمان. هزيت معايا شي حبات من جوز الهند، توكلت على ربي، هزيت واحد الجذع ديال النخل اللي كان رقيق من جهه وغليظ من الجهه الثانيه، يعني صالح باش تجدف به. تلاحيت في الماء وبديت كندفع بيديا وكنجدف به، تقريبا وصلت النص، بقيت غادي حسيت بالعيا، ولكن كتمت كيف من داك الطوف يعني مرتاح، كنحبس شويه وكنتم غادي ندفع. الماء كان زرق بزاف، الامور كانت غاديه مزيان. حبست واحد الوقيته نستراح وانا نسمع شي حاجه في الماء، درت بالزربه وهنا كانت صدمه، جوج ديال الزعانف كيدورو بيا بلاش غتكونوا عرفتوا ديالاش هاد الزعانف هادو. اي هذاك الفوبيا اللي كلشي كيخاف منها، الركان ولا القرش، هاد البلايص معروف عليهم باللي فيهم جوج ديال الانواع ديال القروش كيكونوا هنا بزاف، قرش الثور وقرش النمر، والقاسم المشترك بيناتهم هو انهم بجوج من القروش اللي كيهاجموا على البشر وكياكلوا وعدوانيين بزاف، وبالاخص القرش ديال الثور. هاد القرش هذا اي حاجه كيدوز من قدامها ما كيفلتهاش، واخا الحجم ديالو ما كبيرش بحال القرش ديال النمر. هنا تبلوكيت، حسيت باللي الوقت وقف، الحياه وقفات، مبقى عندي حتى شي حل، ومشيت فيها. بقيت كنطلب الله ما يتقلب البحر وتصدق شي موجه مقلباني ونكون وجبه مخيره لهاد القروش هادو اللي غادي نهشوني قبل ما نغطس تحت الماء. كينطيح غيبداو فيا واحد من هادوك القروش، بدا كيدور كيقرب وكيقيس بالزعنفه ديالو، عرفت بلي القضيه ماشي هي هاديك، وانا عارف بلي هاد القرش هذا من النوع اللي يقدر يقلب بيك شي حاجه اللي كنتي فوق منها، وعرف بلي يقدر يقلبها. فبديت بديك العصا باش كنجدف، كنحركها وكنقيسو بعض المرات حتى كيبعد، وبديت كنجدف بالزربه. بقاو دوك جوج قروش من مورايا لمده 5 ديال الدقائق، وتزادوا جوج اخرين، عرفت بلي الا مشيت تطحت عندهم غادي تكون عندهم هاد الليله حفله شواء، ولكن ربي نجاني. بقيت كندفع بسرعه واخا يديا ما بقيتش حاس بهم، حتى قربت الماء ودوك القروش رجعوا شويه للور. وقفت على رجليا في الارض وبديت كنجر في داك الطوف، طلعت فوق من الرمله ديال البحر. كنت متاكد ان هاد الجزيره اكبر من الجزيره اللي كنت فيها على الاقل بشي 5 ديال المرات، حيت فاش كنت في الجزيره الاخرى كان كيبان ليا الحجم ديال هادي اللي كان مزيد بزاف على الحجم ديال الاخرى. خليت الطوف تما وبديت كنتمشى شدي الطريق، والمقده شاده في يدي، كنت خايف ليكون شي حيوان مفترس في هاد المنطقه. انا عارف بلي في بحال هاد الادغال هادي كيكونوا بعض الانواع ديال الفهود وكاين حيوانات مفترسه، ولكن واش كاين هنا بالضبط ولا لا ما كانش عندي علم، وكنت عارف بلي غادي نطيح في هاد السيتوياسيون هادي. كون قريت على الحيوانات كاملين واحد بواحد، بقيت غادي كنتمشى. الشجر كان متنوع بزاف على الشجر اللي كان في الجزيره الاولى، وبعد 30 دقيقه ديال المشي بان ليا واحد الماء جاي من وسط من الشجر وكيتكب في البحر.
عرفش بلي غيكون الماء ديال شي واد، بديت كنجري لجهته. منين دقته لقيته حلو ماشي مالح، عرفت بلي كاين شي منبع ولا ممكن تكون حتى شي حضارة في هاد المنطقة هادي، حيت الماء إلا كان في شي بلاصة الحياة كتكون فيها. بقيت تابع داك الماء منين جاي بشوية عليا، تقريبا ربع ساعة بالحساب كيبان ليا قدامي واحد الشلال اللي كبير. بديت كنقرب ليه باش نعطيكم المنظر مزيان. فأنا جاي جنب الواد، على اليسار ديالي كاين شجر كتير وعلى اليمين ديالي كاين شجر كتير. في الاخر ديال الواد كيبان لك الشلال اللي كيكب الماء في هذا الواد، الشلال كان ضخم. في الجناب ديالو على اليمين وعلى اليسار، يعني في داك الصخر اللي تحت من الشلال، كاينين بزاف ديال الكهوف واحد حدا الاخر. قربت كثر وكيبان ليا شي رسومات في الجناب ديال الكهوف بحال شي نقش. طبعا ملي شفت هذا الشيء عرفت بلي هذه الجزيره غيكونوا فيها شي سكان، والسكان ديالها غيكونوا اصليين. مشيت فوق من واحد الحجره بعيده، جلست كنستراح وبقيت كنشوف هذا المنظر كامل. شربت وحده من دوك جوز الهند اللي جبت معايا، وبقيت مصمم في بلاصتي كنتسنى شي حركه، ولكن والو. كنت كنتسنى شي حد يخرج من دوك الغيران. ملي قربت تطيح الشمس بديت كنسمع بزاف ديال الاصوات. النهار كله كنسمع اصوات الطيور والحيوانات. هاد الاصوات كانوا اصوات بين بلي ديال البشر، ولكن ماشي شي لغه اللي كنعرف انايا، حيت خوكم خدام في السياحه. عندي 6 ديال اللغات الحمد لله، ولكن ما فهمت والو من هاد الكلام اللي كنسمع. الوقيته كانت العشيه بدات كتعاشى، يعني باقي كنشوف. كنت مقابل دوك الغيران، داك الصوت كان جاي من جهه الغيران وبحال شي همس كيتعاود، همس بشي لغه اللي ما يمكنش تفهمها. بعد مده قليله بداو كيبانوا ليا شي حاجه خارجه من دوك الغيران، بشر تقريبا ولا مخلوقات لونهم الاسمر، ما لابسين حتى شي حاجه، عريانين كيف ما تخلقوا. من الشكل غتفهم بلي راهم بشر، ولكن باينه بلي بدائيين، والبدائيين ديجا كانوا كيلبسوا الجلود ديال الحيوانات، ولكن هادو والو صيك. فتخبيش بالزربه من مور الحجره اللي كنت جالس فوق منها. خرجوا هما كلهم تمشاو لجهه الجهه اليسريه ديال داك الكهف. الغريب في الامر انه البعض منهم كيمشي على 4، يعني بيديه ورجليه بحال القروضه. الجنب ديال الكهوف على اليسار ولا الجنب ديال الشلال كاين واحد المنطقه اللي كبيره خاويه بحال شي ساحه، هي ديال الصخر ولكن كتبان خاويه بحال مشطبه. الا ركزتي مزيان كيبان لك في ديك المنطقه نقوش على شكل دائرات في اللون الاحمر. هذوك الناس كاملين اللي خرجوا مشاو جلسوا في ديك البلاصه، جلسوا مجموعين حدا بعضياتهم وكيدويو مع مرة، وكلهم مركزين جهه واحد الكهف. بعد واحد الوقيته اللي خفيفه تما تخرج واحد المراه كبيره في العمر، كانت عريانه هي طبعا، شاده واحد العود على شكل عكاز، صدرها مدلي بحال الكاك، ما لابسه حتى شي لعبه. كي وقفات قدامهم حركات يدها اليسريه، 4 منهم وقفوا مشاو كيجريو، دخلوا لواحد الكهف اللي كان بعيد شويه عليهم، وتمو خارجين جايبين معاهم 3 ديال البشر. كنت كنسمع الغوات والطليب من الاصوات ومن الشكل ديال دوك البشر اللي شفت، قدرت نعرف بلي هذاك سيباستيان دي جي ديال الطاقم ودوك اللي معاه من الضيوف اللي كانوا في اليخت، عرفت بلي هما جابهم الماء لهاد الجزيرة، ومن زهرهم الكحل طاحوا فيهم هادو. كانوا مكتفين مع العود ديال الخيزوران وشادينهم هادوك من القنات، كل جوج شادين واحد وسط منهم مربوط مزيان كيغوت وكيطلب. فهنا تخلعت بزاف، رجعت بخطاوي تقال الله، وانا رد البال بلا ما ندير الحس، حتى وصلت لواحد الشجره. بديت كنتسلق فيها بشويه، كانت شجره اللي عريضه وسهله التسلق عليها، فطلعت فوق منها لعل وعسى الوراق ديالها يحميوني ويغطيوني. وبديت كنشاهد في المنظر، وحدين اخرين وقفوا مشاو جابوا شي عواد لي طوال وبداو كيتبتوا دوك الثلاثه، كيقادوا فيهم صابوهم في دوك العواد وعلقوهم، وبداو كيتضاربوا بواحد الحجر حتى شالوا العافيه تحت منهم وجابوا الحطب بالزربه. كانت العافيه تحت من سيباستيان والناس اللي معاه. ملي كنركز مزيان كنتاكد بلي الحجم ديال هاد المخلوقات ولا هاد البشر هذا مقارنه بالحجم ديال سيباستيان راهم ضخمين، كانوا كبار، ولكن ديك الزعيمه ديالهم كانت ضخمه اكثر منهم. طوال وعرض القصير فيهم رفيت تقريبا 190، البنيه الجسمانيه ديالهم ممتازه حيت بين العضلات في الاجساد ديال الرجال. كنت شاك انهم غادي يطيبوهم،
ولكن لاحظت بلي كانوا معلقينهم بعاد على العافيه بحال غير كيعذبوهم بالسخونيه ولا بغاو يخلعوهم. ما كنتش فاهم شنو واقع. من بعد حيدوهم من تما وتبتوهم في واحد القناه. سيباستيان اللي معاه كانوا كيبكيو ودوك القوم كلهم جالسين، والزعيمه مشات ديريكت لعند واحد من دوك اللي مع سيباستيان. انا عقلت بلي هاد الدري كان سميتو جورج. هاد جورج كان ولد واحد المحامي اللي مكلف بالقضايا اللي متعلقه بدوله الدنمارك. مشات لعندو بقات واقفه قدامه وهو كيطلب ويبكي. كنت كنتسنى بلي غادي يذبحو ولا دير شي حاجه. ما كرهتش ندير شي حركه ولكن ما كنتش عارف شنو ندير. شدات جهه مزدره بين يديها وتمات غاديه بها لجهه الفم ديال جورج. بغات تخشيها ليه فمو صحة. جورج تخلع وكحز وجهو عليها. هنا هي تعصب وبدات كتغوت بواحد اللغه وعطات الاشاره لدوك القوم. هاد المره شدوه بدوك العواد ديالو لحو وسط من العافيه. بقى كيتعذب وهو مربوط وكيغوت. حرقت فيه العافيه وهو حي. هي تمشي لعند ماركوس. ماركوس ولد وزير الخارجيه ديال فرنسا. كان مصدوم من داكشي اللي شاف. شدات جهه من صدرها بغات ديرها ليه فمو. بقى مكوانسي ما دار حتى شي حركه غير ساكت ودموعو نازلين. وخا دايره لي صدرها وسط من فمو شافتو يمكن ما تفاعلش ولا ما دارش شي حاجه. هي تبدا تغوت. هزوه لحو فوق من صاحبو ديك العافيه كانوا كيلوحو عليها الحطب وكانت كطلع لدرجه وانا في بلاصتي كنشم الريحه ديال الشوا. بداو دوك القوم كيغوتو كينقزو كيضربو بديك العافيه. المنظر ديال بنادم كيتحرك قدامك خايب بزاف. تفافيت في بلاصتي وهنا كان الغلط. منين تفافيت طيحت المقدم فوق من ديك الشجره والنحس ديالي طاحت فوق من واحد الحجره وتسمع الصوت ديالها وكلهم سمعوا هادشي. بداو كيجريو كاملين لجهتي. قلت في دماغي غنبقى في بلاصتي ما غيشوفونيش، ولكن الغريب انهم ضاروا في الشجره كامله. الطول ديالي انا كان ميتو 76 ولكن بنت قدامهم بحال شي قزم. قزم نيت بالمعنى الحرفي. طلعوا جوج جاروني فوق من الشجره حتى طحت. ما كنت قاعد ندير والو من غير اني نطلب ونغوت. داوني بالزربه كتفوني جنب سيباستيان الدي جي. ديك الزعيمه ما دارت حتى شي حركه. مشات لعند سيباستيان شدات جهه من صدرها دارتها ليه فمو. يمكن بديت كنفهم. قلت لي بصوت خافت رضع الحمار رضع رضع الحمار. ويبدا كيرضع كيرضع منها بحال شي ام كترضع ولدها. وكنت كتعاملو بحال شي دري صغير كتقيس ليه في شعره. من بعد حيدات صدرها شافت فيهم قالت واحد الكلمه وما يمشيو ديريكت فكوا لي القنانب حتى طاح في الارض. تلفتات لعندي وجات حدايا ريحتها كانت خايبه بزاف. شدات الجهه الثانيه من صدرها وتما جايبها لجهه فمي. طبعا الخوت راني رضعت باحسن طريقه ممكن يرضع بها شي طفل ولا شي زوج. عرفتو راه بغيت غير نسلك راسي. كنرضع بحال شي بيبي صغيور. كنبين بلي راني مستمتع لدرجة انها طولات فيا. عاد عطاتهم الاشارة باش يطلقوني وقالت شي كلمة. فبلاصة ما يحلوا لي قنانب حتى نطيح في الارض كيما وقع للدي جي، لا حلوا لي قنانب وهبطوني حتى الارض ما خلونيش نطيح. المخلوقات بداو بحال كيحتفلوا كينقزوا بالعافية. وديك المرأة سعيدة مشات جلست فوق من واحد الصخرة وانا وسيباستيان مبلوكين في بلايصنا ما عارفين شنو غنديرو. بداو كينوضو شي وحدين منهم وبداو كيصاوبو في واحد الوليمة اللي كبيرة. جابو الديسير اللي كتير وجابو الحوت كيتشوى. وكانت ديك العافية وسط من الساحة اللي شوات صحابنا بجوج هي اللي كتشوي هاد الحوت هذا. بداو كيصفقوا شي حركات غريبة شي أصوات غريبة كتخلع بحال شي حيوانات. من بعد بداو كيمارسو داكشي اللي كتجي معاه كلمة الممارسة. راه باين غير هو اللي لاحظت انه هادشي اللي كيديروا لهاد الممارسه كانت ما بين الاناث مع الذكور. هادو واخا بدائيين ولكن ما خرجوش على الفطره ما مشوش للمثليه مثلا كما ولاو دابا شي وحدين ماشي بدائيين وكيمشيو ليها وبداو كيرخصوا فيها باش تولي حاجه عاديه في بلد اسلامي بحال بلادنا. خليونا من هادشي بقينا غير كنشوفو حنايا. تخيلوا معايا داز ديك الليله مزفته ما حاملش راسي لا انا لا سيباستيان. المهم بقينا على قيد الحياه سرفايفينا. ملي قرب يصبح الصباح هزونا عاوتاني ما كناش قادرين نهربوا. وكما شرحت لكم الجسد ديال هاد المخلوقات والطول ديالهم غتكونوا طبعا فهمتوا بلي هاد المخلوقات هادو غادي يكونوا سراع في الشجره وكيقدروا يجيو حتى على اربعه. بمعنى اخر
هما حافظين حتى هاد المنطقه. الا حاولتي تهرب بهذه الطريقه البدائيه العاديه وغتكون فريسه سهله. دخلونا لواحد من دوك الكهوف، هو الكهف اللي كانت خرجت منه ديك الزعيمه. دخلتنا البيت نسات ونعستنا حداها بجوجنا بجنبها. شداني من كتفي وشد سيباستيان من كتفه. كانت ريحتها خايبه بزاف، كنحس براسي كاع داكشي اللي كنت ديجا كليتو غادي نردو، ولكن بقيت لابد ما كندويش. مرة كتحرك يديها على كتافنا بحال كطمأن باللي حنا كاينين تما. داها الناس وبدا الشخير، وملي حسيت باللي الشمس تناصات يعني وصل وقت الظهر نط بشوية كنتسلت عليها. سباستيان هو كان فايق ملي شافني دار نفس الطريقة. بعدنا من داك الفراش اللي كتناس فيه اللي كان غير من الوراق ديال الشجر، وبدينا خارجين بشوية. كانت كتشخر وصوتها مجهد، وخا نتمشاو ما غيتسمعوش الخطوات ديالنا. خرجنا من داك الكهف، لقينا جوج من دوك المخلوقات ناعسين في باب الكهف. واحد منهم حط حداه ديك المقده ديالي، هزيتها بشويه وانا نزيد مع الطريق. كنتمشاو تبعدنا على الكهف شويه، وكيفتنا جوج ديال الشجرات قلت لسيباستيان واش باقي شي واحد من دوك اللي كانوا معنا هنايا؟ قال لي لا لا. بعدنا من الشلال كنت قاصد البلاصه اللي خليت فيها داك الطوف ديالي. للاسف وصلت ليها بعد مده اللي طويله وما لقيتش داك الطوف. قلت باينه ضربوا شي تسركيله تفتيشيه بالليل، ملي لقوه الله اللي عالم شنو داروا به. بالسباحه ما غنقدروش نقطعوا البحر واخا ما بعيدش تقطعوا، ولكن الا تفكرنا كاملين باللي راه كاين داك قرش النمر وقرش الثور معمرين الدنيا كي غندخلوا غيتكلفوا بينا. ما لقيناش شي حل، وتنخيزوران ما كاينش هنايا فهاد الجهه بالضبط باش نصنعوا شي طوف اخر. بقينا غاديين جنب الساحل على ربي نلقاو شي لعبه اللي تنفعنا، ولكن والو. وبعد واحد المسافه خفيفه حسينا بشي حس من مورانا، ضغنا بالزربه ويبان لنا واحد البرهوش من السكان ديال القبيله البدائيه. ما تسمعوش برهوش وتقولوا راه صغير، لا هذا رفيت تقريبا 190 سنتيمتر. كشفنا فيه هو يتبسم، مدواش مدويناش ولكن دار بالاشاره باش نتبعوه. وبدينا غادي من موراه، لقيناه كيتحرك بواحد السرعه بين الادغال على يديه ورجليه كيجري بالزربه. حنا من موراه كنحاولوا اننا ما نبعدوش عليه، ما كان عندنا حتى شي حل من غير اننا نتبعوه. بقى غادي حتى وصلنا لواحد الكهف كان بوحدو معزول فواحد الكوان داير بحال الكودية. دخل ليه ودخلنا من موراه. كي دخلنا بشي 6 متر في الكهف لقينا واحد البنت من البنات اللي كانوا مسافرات اللي كانوا معانا. كي شافتنا بدات كتبكي وتقول لنا عتقوني من هاد الهماجي عتقوني. هو شافها كتهضر معانا ومشى لعندها، عطاها واحد التصرفيقة بديك اليد اللي عنده حتى غيبها. تلفت لعندنا كيضحك ومشى لجهتها بدا كيقيس لها في شعرها. قدرت نستنتج بلي خونا جاب ختنا هنايا باش يبقى فيه زبيه بوحدو على القبيله كامله ويدير فيها ما بغى، وماشي بعيد انه يكون داير لها شي حاجه ديجا. داكشي علاش كانت كتبكي. نسانا حنا واقفين، بدا كيتقرب منها وداك شويه الحوايج اللي باقا لابسه بغى يحيدو عليها. فانا شديت ديك المقده مزيان قربت ليه. كنت متاكد ان خونا كان شافنا مع الزعيمه ديالهم، داكشي علاش ما دارتش شي حركه باش يادينا وكان مرتاح لينا. فاش قربت ليه زيت يدي حتى للفوق ونزلت عليه بديك المقده وسط من راسه. كي لصقت لمو في راس طاح في الارض كيتركل والدم كيهبط كتير. تصدم مني سيباستيان، قلت لي بلا ما تشوف فيا، ما تسناش مني نهضر معاه ونقول لي خليها عليك. هادو راه ما كيفهموا حتى شي لعبه، حنا ما كنفهموش الهضره ديالهم كيف ما هما ما كيفهموش الهضره ديالنا. نوضنا ديك البنت من الغيبوبه ديالها. ملي سولناها قال لنا بلي لقاها جنب البحر وجابها لهنا وكيجيب لها الماكله وكيبقى يسلخها وكيمارس عليها بالعنف، وملي كيخرج كيسد عليها الكهف بواحد الصخره اللي كبيره. صبرناها وقلنا لها تبقى هنا ما تتحركش حتى لقاو شي حل. خرجنا غير تما حدا الكهف، قطعنا شويه من الفواكه اللي حناهم ليها. شفت في سيباستيان قلت لي غتثيق فيا وغتبعني، قال لي فاش؟ قلت لي غير تبعني غنلقاو حل. تبعني وبدينا كنجريو. ملي شافني راجع بيه لجهه البلاصه ديال القبيله بغى يوقف، قلت لي غير زيد دير داكشي اللي كندير وغادي نسلكو. مشينا للكهف اللي دخلنا منه، هاد الناس ديال القبيله كلهم ناعسين، يمكن بالنهار كيعطيوها غير النعاس ولا حيت كانوا محتفلين البارح. دخلنا ومشينا تكينا في بلاصتنا. كنت باقي يلا كنقد في الخطه في راسي باش نسلت من هنا. القضيه طبعا ما سهلاش، البحر عامر بالقروش وهنا ما عرفناش واش هادو غيخليونا عايشين ولا غدور لهم في الخوا ويشويونا كيف ما داروا لدوك الجوج الاولين.
ولكن هادو يمكن تلقى معهم الحل. القرش لا، حتى الا هربنا غيبداو يقلبوا علينا في الجزيره اللي غيكونوا حافظينها شبر بشبر. حتى وصلت العشيه وبداو كيفيقوا. كيفاقت الشارفه بدات تبوس فينا وسيباستيان، ما عندها تسنى وتبوس فينا تفوق على ديكور. كنتفكروا قلبي كينوض عليا من بلاصتو. من بعد وقفتنا وخرجتنا معاها، شاد لينا في يدياتنا بحال شي ولاده صغار. مشات لجهه الشلال ووقفت في الجنب ديالو بدات كتهز الماء بيديها وكتغسل في حالتها. شاف فيا سيباستيان وقال لي نعومو. رخنا زينه، قلت لي زيد. تلاحينا في الماء بدينا كنعومو انا وياه. ديك الزعيمه بقات كتشوف فينا، وخرجوا شي وحدين من داك القوم كلهم كيشوفوا فينا مصدومين. فهمت باللي يمكن خوتنا ما كيعرفوش يعوموا، واخا البحر داير بهم من كل جانب وفي وسط قبيلتهم شلال واللي كبير، واخا هكاك خوتنا محالوش كيعرفوا يعوموا، بقاو كيشوفوا فينا. من بعد ما طلعنا من الماء شدتنا ديك الشارفه ودتنا جلستنا حداها، وبداو تاني في القصير بيناتهم، ودوزنا ديك الليله بحال الليله اللي قبل. غير هاد المره كانوا متحمسين هاد المخلوقات كتر، وكيحتفلوا بواحد القوه اللي كبيره. عاوتاني دتنا السيده معاها البلاصه، نسات وتكينا حداها. في الوقيته ديال الظهر نطنا وسيباستيان تاني وبدينا وخرجنا بشويه وبدينا كنقلبوا في السواحل ديال الجزيره. طولنا التقلب مزيان فواحد القنت من الجزيره، فلوكه صغيره وفيها الموتور ديالها مقلوبه حدا الماء. مشيت كنجري لجهتها. هاد الفلوكه هي اللي كانت في اليخت، هادي ديال الطوارئ، الا وقعت شي حاجه في اليخت يركبوا فوق منها الناس. ولكن ما عرفتش واش غتكون باقا خدامه ولا لا. قبل ما نجربوا ديك الفلوكه قلت سيباستيان نمشيو نجيبو اختنا من الكهف هي الاولى. مشينا كنجريو لجهه داك الكهف، ضربنا شي نص ساعه ديال الجره حتى وصلنا. دخلنا ليه ولقيناها بخير. عطيتها التريكو ديالي، وقفنا وتمينا جايبينها معانا لجهه ديك الفلوكه باش نسلتو في حالنا. كي خرجنا من الادغال كتبان لينا الفلوكه بعيده، ضرب واحد الرمح في واحد الشجره اللي حدايا. تلفت بانوا ليا جوج براش من هادوك، جوج براش بمعنى اخر قد هذاك اللي شقيت لمو راسو البارح، وكيشافونا بداوة كيغوتو. طبعا غنقدروا نفهموا بلي القبيله كامله كتنعس الا هاد البراش هادو ما كينعسوش. البارح واحد واليوم جوج، كانوا بعاد شويه ولكن واخا هكاك الرمح وصلوا لينا. يعني الجهد عندهم في يديهم كان زيت. عطيناها بالجره لجدك القارب. داك الغوات ديالهم جاب غوات اخرين وبداو الاشجار كيتحركوا. عرفت بلي جايين بزاف من القبيله. كان داك الغوات هو النداء باش يعيطوا البراش على الكبار. وصلنا للقارب بالزربه، قلبناه وبدينا كنحاولوا ندفعوا في الماء، وهما جايين كيجريو وكيصيفطوا في الرماح. كلهم كانوا عريانين وكيغوتوا. كندفعوا وسط من الماء، وسيباستيان كيجر في الموتور باش يديماري. والو ما بغاش، خوتنا قاربوا لينا بزاف، ولا شدونا راه مشكل اللي كبير بين المصير ديالنا واللي هو شوايه. بالعصب مروان ضرب داك الموتور بواحد البونيه ويديماري. طلعنا بالزربه وتحركت ديك الفلوكه واحد 5 متر وهي تسكت. هاد المره طلع منا الدخان وريحه الشياط. فقدنا الامل وقلنا مصيرنا بينه محتومه من الهروب ومن التوتر اللي كنا فيه. كما ردينا البال بلي داك القارب فيه دوك المجاديف. هزينا انا وسيباستيان وبدينا كنجدفو خوتنا في الله كيتيريو علينا بالحجر وبالرماح كيزقلونا. بقينا كندفعو وكنجدفو كنبعدو وسط من الماء. جيت ديك الجزيره اللي خلينا فيها صوفي وداك الالوان وكريستينا. خوتنا ما كيعرفوش يعوموا، اذا ما تبعوناش غوتو تاياو. وبقينا كنجدفو واحد المده كبيره. وطبعا في طريقنا بزاف ديال القروش كيتسيركلوا علينا. هاد المنطقة خطيرة بزاف، إلا ما قتلوكش هاد القبيلة قتلك سمك القرش. قطعنا للجهة الأخرى، لقيت كلشي بخير. دابا حنا ولينا ستة، تلت أيام اللي ضربنا على الأقل هنا الماكلة بخير، وما كاين حتى شي مخلوق ولا شي حاجة اللي تأدينا. بعد ديك تلت أيام حليت ديك الميكا اللي كنت داير فيها البنان باش يطيب، ولقيتو طري وصالح للأكل. مني ولا معايا سيباستيان سهلت عليا شوية المأمورية، ما بقاش الحمل كله عليا. دازو شي ايامات اخرين وبدات هذاك الالوان كيتحرك ويحاول يتعلم يصيد الحوت ويشعل العافيه. نهار على نهار بدينا كنفقدوا الامل باللي ممكن شي حد ينقذنا، وصوبنا ديك هيلب بالصخر باش تولي باينه.
بديت كنستعمل القصدير تحت من الشمس باش يبقى يسني الا دايز شي هليكوبتر. ومن زهرنا بانت واحد الهليكوبتر من بعيد بدا كيضرب في هذاك الشعر، قدروا يشوفوه. ما داش بزاف ديال الوقت توقفوا علينا، ومن حسن الحظ كانت دوريه تفتيشيه ديال الجويه الامريكيه كانوا نيت كيقلبوا علينا. ملي لقاونا هزونا معاهم حيت الهليكوبتر كانت كبيره ومتيسعه وتحركات بينا. قلبنا واحد الفيرملي في الهليكوبتر لتكون واقع لنا شي حاجه، شربونا الماء وعطاونا الماكله. ملي وصلنا للقاعده الامريكيه اهتموا بينا نيت ونيت، عطاونا كاع رعايه صحيه اللي كنا محتاجينها، والحمد لله حتى واحد منا ما مرض نهائيا، غير هو مرضنا في نفسيتنا وعشنا اجواء ديال الرعب. من بعد داونا لواحد المستشفى اللي كان كبير ديال الدوله، وتماك الصحافه تجمعوا علينا بحال الشتا، والدوله اضطرت انها تجيب الجيش باش يدير النظام حيت القضيه تبلبلات. وعلاش ما تبلبلش؟ راه اليخت السياحي في 62 راكب نجاو منهم غير 6، وشي والدين ديال المفقودين باغين يحملوا المسؤوليه للوكاله السياحيه بصفه عامه، والربان اللي هو انا بصفه خاصه. ولكن تدخلوا الوالدين ديال هادو اللي تعتقوا وشهدوا معايا بلي كل ما انا كاع ما ينجاو ليهم ولادهم. تفكيت من هاد المونتيف كيف ما كتسل الشعره من العجينه، ولكن فقدت العمل ديالي. المشكل انه الجيش الامريكي شاط علينا باش القصه ديالنا ما تتعاود لتا شي واحد، وكان الصراحه ماشي غير شرط، كان تهديد صريح. انا بعدا قررت اني ما نعاودهاش في الاول. رجعوني لهولندا انا وصوفي، تما كتعرضوا لنا العائلات ديالنا في المطار. شفت بنتي كوثر ومراتي وفرحت بزاف وحمدت ربي وشكرت، واخا خسرت خدمتي ولكن هانيه. بديت كنقلب على خدمه من بعد شهر ديال الراحه باش نسترجع النفسيه ديالي، حيت كانت محطمه، واخا كنت كنبين للناس اللي معايا بلي راني قوي وما نكسرش. واحد النهار جاني اتصال من رقم برا البلاد، جاوبت. ملي جاوبت لقيتو الاب ديال داك الالوان اللي كان معايا في الجزيره. فاش قلت ليه مشرفين قال لي ولدي تبدل 180 درجه ولا شخص كيعتمد على راسو. كنت فقدت فيه الامل. عرفت منه بلي ولد ولا حرش قادر يهز المسؤوليه. قال لي با بلي غيجازيني، وصيفط لي واحد المبلغ اللي كبير ديال الفلوس. الحمد لله قدرت ندير مشروع اللي بسيط وبديت كنكبر فيه، عرفت بلي غينجح ان شاء الله. من بعد هادشي كامل تواصلت معايا واحد الجريده الكترونيه وطلبوا مني باش نحكي لهم على شنو وقع في هذه الرحله من اتل زيت، على شكل حلقات، وبطبيعه الحال واحد المبلغ اللي كان خيالي، واكدوا لي بلي غيديروا لي الحمايه والجيش الامريكي ما عنده ما يدير ليا. واستغليت الفرصه، المبلغ كان كبير بزاف، وبقيت كنساوم معاهم حتى زدت في ذاك المبلغ، جبت مبلغ اللي يرضيني. كلشي تقاد بعد ما كلشي خسر، ربي نجاني من الموت وعوضني خير. حاليا وليت حاس براسي خدام حر بدون قيود، واحسن حاجه للانسان هي يدير شي حاجه ديال راسو، ما يبقاش خدام عند عباد الله. وهنا قررت اني نعاود لكم حكايتي اللي كلها مغامرات. قصتي سالت، سلام اصدقائي. القصه سالت، قصه مختلفه بزاف على القصص كاملين. قليل هاد الستيل عندي في القناه، كينجح ديما كيعجب الجمهور. نتمنى تكون عجباتكم في المستوى المطلوب، كنتمنى. اللي ما دارش جيم يديرها الخوت. يلا احبكم في الله، ليله سعيده، اديوس اميغوس. Thank you.